هذا الحد. عمار علي سلم الكأس بعد أن يحيي جلالة الملك. الدهر يومان، يوم لك والآخر علي، فإذا تقبلت الأول وجب عليك الخنوع للثاني. فهذه الأيام وهكذا يداولها الذي بيده كل شيء، وكل شيء وارد بكرة القدم. وآخر لقاء خسرتم به ومن قبل الخسارة كانت أروع الصور تأتي من قلعة الكؤوس. لن يبقى صحفي ولا كاتب ولا أديب لم يدلي بدلوه بجماهير الأهلي، وكيف رصت صفوفها ووقفت وقفة رجل وراء فريقها أيام نصره. وأتصور بأن هذه الحشود لم تبخل بالدفاع عن قلعتها حتى وقت الانحسار، ولهذا قررت البحث بإرث كسب الحب حتى صار شجرة له، بل زقه الناس زقا جيلا بعد جيل. فوجدت الأساس صلبا ومتين، وهو الذي خطه بخطوطه العريضة الأمير عبد الله الفيصل، الذي يعد المطور الأول له بعدما أحضر مشاهير العالم بكرة القدم إلى مقر النادي، كالمدرب ديدي البرازيلي والحاصل على كأس العالم مع منتخب بلاده، وتيلي سانتانا الذي أشرف على البرازيل أيضا بعام 1982، وغيرهم الكثير كالأسطورة مارادونا الذي حضر باليوبيل الذهبي لتأسيس النادي.
لقب هذا الصرف العملاق بلقب عظيم ألا وهو النادي الملكي لأسباب عدة أبرزها امتلاكه للرقم القياسي في كأس الملك، بالإضافة إلى أنه النادي الوحيد الذي تسلم الكأس الغالية من جميع الملوك الذين تعاقبوا على المملكة، فضلا عن رمز الملكية في راية الأهلي السيفين والنخلة المتواجد في علم النادي، أضف إلى لونه المطابق للون المنتخب الأول. لعل تكريم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله للنادي الأهلي في عام 2009 وإعطائه لقب سفير الوطن بموجب مرسوم ملكي، فكل هذه المسببات تؤكد أحقية هذا النادي لهذا اللقب. اكتفيت ببحثي، وجدتني أقر احتراما لهذا الصرح الذي يشع التاريخ منه حتى صار منارة يشار لها بالبنان. عمار علي. وسنافرها خير وعطاء.